في أحدث الأخبار الواردة من الحسكه أن قصد بدأت شن حملة اعتقالات بحق الشبان شمال المدينة لسوقهم إلى التجنيد الإجباري. يأتي ذلك على وقع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في سوريا. ولكن ماذا عن الواقع اليومي الذي يعيشه أهالي تلك المنطقة؟ الكاتب ومدير مركز دراسات مكافحة الهيمنة في سيدني تيم أندرسون زار تلك المنطقة وأمضى وقتا بين أهلها وعاين عن قرب يوميات الأطفال وتلاميذة المدارس الذين يضطرون لقطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مدارسهم. تيم أندرسون وثق بعدسته مشاهد الطلاب في رحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، عودة لا تخلو من مصاعب في ظل الحواجز المنتشرة لقصد. ولكن ماذا عن انطباعاته وقراءته للمشهد هناك؟ مشاهدينا، تيم أندرسون مدير مركز دراسات مكافحة الهيمنة في سيدني ينضم إلينا الآن مباشرة من العاصمة السورية دمشق. دكتور تيم، أهلا بك معنا في المشهدية. والسؤال الأول يعني الطبيعي والبديهي، ماذا رأيت في مدينة الحسكة؟ Thank you. Well, the first thing I saw was a very strong presence of the Syrian state in all its aspects. هو تدفق الأطفال من المحافظات إلى المدارس في القمشلة والحسكة، وفوجئت من هذا المظهر لأن المدارس من قبل القوات السورية الديمقراطية تواجه صعوبات عديدة، والأهالي في كل المناطق يرسلون أطفالهم إلى المدارس الحكومية التي باتت تتحمل كمية كبيرة من الأطفال. أفهم منك دكتور تيم أنه المدارس الحكومية، مدارس الدولة السورية تسير بشكل طبيعي في وقت المدارس التي يعني تقوم قصد أو تحت هيمنة قصد، تحت سيطرة قصد، تعاني من مشاكل معينة في تدريس الطلاب هناك؟ Well, in fact, في الواقع قصد أغلقت أكثر من أغلقت عددا كبيرا من المدارس، وهم يديرون حوالي 50 مدرسة بأنفسهم، وهذا ما لا نراه في مناطق سورية أخرى. والدولة تدير حوالي 145 دولة في المحافظة، ومنها 20 في القمشلي وفي الحسكة. لذلك أغلبية الأطفال يتجهون نحو المدارس الحكومية، ولكنها باتت مكتظة جدا وهي محمية من قبل الجيش السوري. طيب أستاذ تيم، هذا بالنسبة للمدارس وتوجه الأطفال إلى المدارس، ماذا عن الحياة اليومية لأهالي الحسكة؟ كيف يعيش أهالي الحسكة، خاصة أنه في الفترة الأخيرة كان هناك كلام بأن هناك عطش في الحسكة من جراء بعض الممارسات التي تعتمدها قصد، وأيضا من جراء قطع المياه من أماكن أخرى؟ وكيف تتصرف قصد مع المواطنين بالأماكن التي تتواجد فيها؟ هذا صحيح، هناك نقص في المياه وهناك لجوء إلى تركيا، وبالطبع النظام يجري هجمات على مناطق قصد، وهناك مشاكل في الأمن الغذائي لأن قصد بالطبع تسرق الموارد من الأشخاص ومن المواطنين، وهم يفرضون الضرائب على كل الأفراد في هذه المنطقة، وباتت أيضا مناطق التفتيش متعددة خاصة عند الطرقات الذهاب إلى المدارس. فهذا الضغط على المجتمع في هذه المحافظة بوجود قصد بالطبع كله أيضا جزء من السيطرة الأمريكية أيضا على هذه المنطقة. دكتور تيم، ذكرت قبل قليل بأنه قصد تسرق من المواطنين. هم يأخذون القمح على سبيل المثال، وهم يفرضون الضرائب على القمح ويعدون برد هذا القمح أو المبالغ المالية بعد فترة من الوقت.
ومن المعروف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت موجودة في المنطقة أيضا تسرق النفط من المنطقة، فهناك عدد كبير من الشكاوى ومن الأضرار التي تؤثر به قصد على هذه المنطقة وعلى الحياة اليومية. عفوا دكتور تيم، أنت تأكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسرق النفط من تلك المناطق كما ذكرت قبل قليل، تأكدت من ذلك؟ هل لديك الدليل؟ Do you have the evidence؟ أنا لم أرى هذا الأمر في زيارتي، ولكن كان هناك تقارير عديدة في الأشهر السابقة بالطبع بعد إعلان الرئيس ترامب السابق أن القوات الأمريكية بقيت في بعض المناطق السورية فقط لأخذ النفط، خاصة بعد الذهاب من منطقة الحسكة إلى العراق وفقط لأخذ النفط، ونحن نعلم أن هناك بعض العلاقات بين الشركات النفطية الأمريكية وقصد لتمويل هذا النفط المسروق. طيب دكتور تيم، من خلال أيضا متابعاتك ومشاهداتك في تلك المنطقة، هل يمكن القول بأن أهالي الحسكة، أهالي تلك المنطقة في الشمال السوري، هم اليوم بحاجة ماسة إلى عودة الدولة السورية بكامل مؤسساتها، انطلاقا من التجربة، تجربة المدارس التي تحدثت عنها حضرتك قبل قليل؟ بالطبع مع نظام التعليم الدولة السورية تدير مستشفى واحدة في القامشلي وهي تخدم كل هذه المنطقة، ولكنها مدارة من قبل الجيش أيضا، فقمع الأمن والأمن الغذائي في هذه المنطقة بالطبع هو مصدر للقلق بالنسبة للأهالي والأطفال، خاصة في ما يتعلق بالنظام التعليمي. لذلك أنا أظن أن الأشخاص سوف يشجعون عودة مؤسسات الدولة في هذه المنطقة. عدد كبير من قادة في قصد قالوا أنهم سوف يؤمنون عودة الأطفال للمدارس، لأن الأهالي يودون تأمين التعليم الأفضل لأطفالهم، ولكن هذا صعب مع هذا النظام الموجود حاليا. شكرا جزيلا لك صحفي الأسترالي الدكتور تيم أندرسون، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. مشاهدينا فاصل ونعود، قوموا.